هنطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل للزميل ادهم ندى للقاءات ما بعد المباراه. لك الكلمه زميلي ادهم ندى. برحب بيك مجددا كابتن خالد العوضي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو كابتن نور عطيه، كابتن خالد عباس، وكابتن وائل العيدي. عقب انتهاء مباراه دور الثمانيه ما بين النادي الاهلي ونادي اثاريا الليبي في البطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره الرجال بفوز النادي الاهلي 3-0، اداء ولا احلى ولا اروع ولا اجمل. ينضم الينا الان الكابتن تامر مجدي المدرب العام لفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن تامر برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز، اداء اكثر من رائع، روح قتاليه حاجة ولا أروع ولا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على المكسب النهاردة. برحب الأول بالسادة اللي موجودين في الاستوديو، كابتن نور عطية وكابتن خالد عباس وكابتننا الكبير كابتن وائل العيدي، الناس المحترمة كلها. الحمد لله النهاردة قدرت تكسب مباراة كانت في بدايتها صعبة شوية، إن أنت دخلت المباراة شوية يعني مستهون أو مستضعف، مش هقدر أقول كده، الفريق محترم اللي كنا بنلعبه، بس يعني انت خسرت 6 بونت ارسال مضيع، 2 ايس نزلوا فيك في الملعب، كورتين 3 في الاوت، فانت بتتكلم في 11 12 نقطة انت معطيها للفرقة التانية بسهولة، فده اللي خلى الشوط الاول يظهر بالصورة دي. نعم بعد كده طبعا قدرنا نتدارك الموقف، وزي ما انت شفت والناس المشاهدين شافوا الماتش طلع بسهولة طبعا مع اداء قوي للعيبة وخبرات عبد الله وخبرات احمد ومحمد عبد المنعم، طبعا ده وقفوا الفرقة تاني على رجليها، والحمد لله يعني عدى بخير الحمد لله. كابتن تامر، انتوا مع الفرقة وكل لاعب ستاتكس احصائيات جهد خارق الحقيقة الجهاز الفني بيقوم بيه من اول البطولة، معسكر بولندا اكيد اتى بثماره في ارتفاع مستوى اللياقة البدنية وارتفاع اداء اللاعبين بشكل عام اكيد يا كابتن تامر. والله زي ما حضرتك قلت، اي فرقة عالية بتلعب على بطولة لازم الجهاز يبقى متكون من مخطط احمال، سكاوتنج، مدرب، كل الحاجات دي كلها طبعا الكابتن مصلحي او النادي الاهلي طبعا موفرها للفريق، كل واحد فينا الكابتن مصلحي عاطيله دور في اختصاصاته بنقوم بها الحمد لله على اكمل وجه. اللعيبه مركزه جدا في بطوله على ارضك ومهتمه جدا، معسكر بولندا كان ناجح جدا الحمد لله، قدرنا الناس اللي كانت تعبانه قدرت تقف على رجليها، النهارده محمد عبد المنعم الحمد لله واحده واحده كويس بيخش احمد صلاح، كان في ماتش الكاس لو الناس المشاهدين تفتكر كان في اصابه بسيطه، والحمد لله معسكر بولندا قدرنا ان احنا نوقف الناس تاني على رجليها، عبد الحليم برضو الحمد لله، يعني معظم الناس استفدنا، وكل واحد زي ما حضرتك شايف الكابتن مصلح عطي له اختصاصات، والحمد لله يعني بنقدر نقوم بيها او اللي مطلوب مننا بنحاول ننفذه. اخيرا كابتن تامر، شايف مواجهه السواحلي الليبي ازاي في دور الاربعه؟ طبعا مباراة قوية جدا، فرقة السواحلي فيها عناصر مميزة جدا، وربنا سهل ان شاء الله وتبقى مباراة نقدر ان شاء الله نحافظ فيها على بطولة افريقيا، تبقى مباراة ان شاء الله السادة المشاهدين يستمتعوا بها ان شاء الله. بشكرك كابتن تامر وبالتوفيق في المباراة المقبلة ان شاء الله.